نحتاجو كيلو ديال البطاطا سلقناه في شويه الماء مملح، جوج فرماجات، شويه الربيع، قزبر معدنوس، بصله مجففه والعطريه فيها شويه ديال التحميره، شويه مليحه، شويه ديال البزار، وعندنا معلقه صغيره ديال الكمون. اول حاجه غادي نديرو هي اننا غادي نطحنوا هاد البطاطا، ماشي نطحنوها غير نبركو عليها بشي حاجه بفورشيط، ما تطحنش لينا بزاف. ورجع معكم غير بحال هكا، نبركو عليها غير بحال هكا. ورجع معكم نضيف على دوك جوج فرماجات باش حتى هما معكم مزيان مع هاد البطاطا. نضيفو الثوم مجفف، اللي ما عندوش مجفف يدير راس ديال الثوم غير صغير. صافي نضيف هذيك العطريه كامله. ونخلط الكل. اللي بغى يضيف الهريسه يضيفها، راه كتجي مذاق ديالها رائع. صافي نحركها مزيان ورجع معاكم. حصلنا على هذا الشكل، دابا ندوزو نشكلو. حصلنا على هذا الشكل، ندوزو دابا نشكلوها باش نديروها في الفران. ندوزو دابا نشكلو كرات القياس اللي بغينا، كل واحد على حساب القياس اللي بغا هو. انا غادي ندير بحال هكا قد هادا قياس ما كتشوفو. بسم الله بحال هكا. صافي نستمر على هذا الشكل حتى نساليهم كاملين. جاو على هذا الشكل، غنحاولوا نجيب واحد الكاس بحال هكا كيف ما بغى يكون. صافي نحاولوا نديروا هكا غير شويه، نحاولوا نقادوا بحال نثقبوها من الوسط. صافي نحيدوها، الا كان الكاس كيلصق ما فيها باس ندهنو بشويه ديال الزيت. هاك على هذا الشكل، ونحاول نقاد من جنب غير بشويه، نحاول نزيد نقبه شويه. صافي نكرر نفس العمليه معهم كاملين. نقعد بيدينا بحال الشكل. انا راه كندهن الكاس باش توي ديال الزيت باش يسهل عليا، ما يلصقش ليا، ما تلصقش ليا البطاطا. بحال هكا نحاول نقعد من الجنب. صافي نبقى نستمر حتى هكا تنسالي. نحاول نثقبهم بفورشيط بحال هكا.
ندوزو دابا ندخلوهم الفران يتحمر غير شويه ونخرجوهم، العافيه تكون من الفوق ومن التحت. هما كما جاو خرجناهم من الفران، تحمروا لنا شويه من الفوق، دابا ما غنحتاجوش نعاود نرجعهم الفران، فقط غادي نعمرهم ونديرهم فرماج ونخليهم يبردوا شويه. انا غادي نعمرهم بالطون مطيشه والفرماج حمر. اللي عندكم عمروا به، تعمروه بالدجاج، بالصوصات مقطع طريفات صغار، باي حاجه. تقدروا ديروا غير تفقصوا بيضه وديروه هنا الوسط، ديروا فرماج بعدا وتلوحوا بيضه وفوق منه شويه ربيع ومليحه وكمون، صافي وترجعوها للفران. انا غادي نعمرها بطون ديال مطيشه. غير شويه كتعمرها غير شويه هكا، نحاول ندير فرماج احمر هكا. تقدروا ديروا لهم الخضره، تعمروا بالخضره، تقدروا تعمروهم بالحوت، لاشاط عليكم الحوت من الغدا، خلوه للغد وديروه في الثلاجه، خليوه للغد ودير عمروا به مع فلفله واي حاجه عندكم. المهم انا عطيت الفكره وكل واحد وباش بغى يديروا. انا حاولت نديرهم اقتصاديين وساهلين ينفعوا في هذا رمضان ان شاء الله. نحاول نزينهم بالزيت والكحل، نقطع كل وحده على جوج بحال هكا ونزين بها. هذه كتبقى اختياريه، اللي بغى يدير الزيت مقطع يدير الزيت مقطع. انا نحاول نرش فوق منهم واحد شويه ديال الزعيطره، هاد الزعيطره اللي كتباع بحال هكا في مرجن او في محلات تجاريه، حاولوا انكم تنقيوها عاد ديروها في هاد البواطات حيت ما كتكونش نقيه. نحاول نزيد شويه من الفوق غير بحال هكا. انا ما غندخلهمش للفران لانهم باقيين سخان، يعني داك الفرماج غادي يذوب راسو. اللي بغى يديرهم في الفران يرجعهم في الفران يكون طافين عليه.